كابتن احمد اجل حضرتك يمكن محتاجين برضو نستعرض مع الساده المشاهدين مواجهات الاهلي وطلائع الجيش الموسم الماضي. اتفضل يا كابتن. هو الموسم الماضي كانت قبله طبعا مرتين في نهايات الدوري، في الاهلي في الدور الاولاني كسب 3-1، وبرضو في الدور الثاني كسب نفس النتيجه 3-1، وبتقابله في نهائي الكاس والاهلي كسب 3-0 في نهائي الكاس. يعني دول اخر ثلاث مواجهات، اخر مواجهات العام الماضي يعني. والدور الدوري الممتاز اللي هو كان الرايح جاي اللي هم اتلعبوا اللي هم كانوا اربع مجموعات من 1-12، فكان فوز 3-1 رايح، يعني النتائج كلها رايحه ناحيه النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي ان شاء الله. طيب